خلاص روائح رمضان في كل مكان وابتدت تفوح في كل حته. اللهم بلغنا رمضان احنا واهلنا واحبابنا امنين مطمئنين يا رب في كل مكان، ويعني كلنا ان شاء الله نشوف كل الخير في شهر الخير. بكره خلاص ان شاء الله ليله الرؤيه، ومن بعد صلاه المغرب مصر كلها هتكون بتتابع احتفال دار الافتاء المصريه باستطلاع رؤيه هلال شهر رمضان المبارك لسنه 1443 هجريه.